أنا كنت عايز أتكلم مع حضرتك في حاجة بس. ابن حلال، أنا كمان كنت عايز أكلمك في حاجة بسيطة كده. برضو؟ والله. طب إذا كان كده بقى يبقى احتراماً لحضرتك طبعاً عشان احترامي الكبير وكده، يبقى حضرتك الأول. حسين عارف يربي. ربنا يخلي حضرتك. وعشان كرم أخلاقك ده بقى أنا لازم أحتويك بما إن أنا الكبير، فحسيبك تقول أنت الأول. ده كرم كبير قوي من حضرتك والله. والله بجد حبيب. طيب مش عارف ابدا منين والله. بص انا هدبها كده وخلاص، تيجي زي ما تيجي بقى. قول اللي انت عايزه. هو استفسار بسيط بس. هو حضرتك ناوي ان شاء الله تسيب الشقه امتى؟ نعم يا اخويا، شقه اللي سيبها ولمين؟ هو ايه اللي شقه ايه وتسيبها لمين؟ شقتي. شقتك؟ بقولك يا حبيبي، الشقه دي بالعمارة كلها، بدربزنها، بسلالمها، بسطوحها، ببدرومها، ببوابها، ملكي أنا. أنت حيالله ابني مستأجر كان عندي وتوفى الله يرحمه. هو عشان أبويا الله يرحمه مات، تقوم تطردني من الشقة؟ شقة إيه؟ وأنت قعدت فيها أصلاً؟ أنا قعدت مع أبوك شهرين ما شفتكش ولا مرة. أديك قلت أهو قعدت مع أبويا شهرين. أبويا كان مقعدك عنده شهرين عشان مالكش حتة تبات فيها، وأنا كتر خيري قوي إن أنا قعدتك كل ده من غير ما أكلمك في حاجة، عشان كنت مقدر شعورك بس. بس واضح إن أنا كنت غلطان. غلطان؟ أنا اللي غلطت إني سبتك ده كله.